استنى المعمل الاول يلا استنى انا لايف لايف طب خلاص دافع ايه انت قلت له عايزك تجيب جول النهارده هو عم اجل ما هو امبار الله عليك روحا ايه يا ابويا انت قال مين هجيب الثالث ايه الثالث ده قال عبد القادر النجم الحرامي الله وبر عليه يا رب ربنا يكرمك يا رب وشوف الانجيل والله ده على ام بقول لك ايه قال قال لك ايه قبل ما الثالث يجي قال لي يا ربع ساعه قال لك انت في مشكله هجيب الكارتاني والنبي اليوم السبح حاجه ثانيه اه ده حاجه جوه ده انا عندي تكات اه تعالى النجم أمح الدولي الف مليون مبروك يا أمح اللي توقع ان احمد عبد القادر هيجيب هدف احمد عبد القادر هيجيب الثالث فعلا أمح أمح النجم ابو التوقعات أمح الدولة اهو ان شاء الله امبارح النهارده الاهلي يكسب خمسه يكسب اول ايه؟ دول صورها دي دي اهو ده موبايل اهو مهم جدا الماتش ده امبارح لنادي الاهلي ده موبايل اهو هتنزله اصلا؟ منزل ولا ده موبايل لا ده ستوري بينزلش في الاهلي النادي الاهلي لانه بياخد اول وثاني في افريقيا هذا الشهر ما اعرفش قام ولا كهربا راجع طب اسالني بقى على كهربا بالنسبه للاهلي انت جبت منه كهربا كهربا فين؟ في البيت والله اما كهربا كهربا هينزل تدريبات امتى النادي الاهلي؟ لسه يعني احتماليه تلاقي كهربا يرجع يلعب ماتش الزمالك؟ لسه
في مين اللي خارج؟ ريت سليمان نازل؟ بص يا موحى كهربا بيحبك وبيعشقك موحى اما اللي من ربع ساعه يعني شايفين ثلاث تبديلات على الخط كده وليد سليمان وحسام حسن وصلاح محسن الاهلي بيرجع كهربا وبيتمنى يخلص حسن كهربا اللي سليمان يعني الاهلي يدفع سامي قمصان كده قرر انه يدفع بالثلاثي وليد سليمان حسام حسن صلاح محسن نشوفهم كمان شويه او الاتاحه ان حكم يديها للحكم الرابع يبدا يعمل التبديلات الشحات كده لحظه خروجه هو وعبد القادر تاني هتتوقع جون تاني ولا خلاص كده؟ في تاني في تاني بس مؤجل بسبوسة ابو الكنافة والجلاشة دي بس بسبوسة ابو الكنافة والجلاشة؟ اه ده ماشي مؤجل يا باشا عارف يا عم لو لسه سليمان جاب الخامس الرابع هعزمه ان شاء الله قول له تحت عينيا عم على مينا عم على مينا دي برضه مش قاعد بيسالني عليه بقول له اصلا مع الدوليين الله يسلمك شريف خرج يا محمد شريف No, no.